من جديد مستمر بلقائنا بشفافية مع تمام مع الفنان محسن الفراتي. محسن يا حبيبي يا تمام، مستمر باللقاء. كنا عم نحكي عن الأغاني اللي انسرقت والمشاكل اللي صارت معك، بس هلا بدنا نقلب الصفحة. هاي الحلقة بالذات إذا ظل بهذا الموضوع اللي بكرة ما يخلص معي، ما يخلص، فأريد نغير عنه. بس محسن برجع بقول لك يمكن الغلط الكبير منك انت، هو ان شاء الله رح تشوف محسن ثاني، لذلك انه ما فيك تحط اللوم عليهم، بس انت لو انك مثل ما بيقولوا بشتغل على حالك اعلاميا ممكن او سوشيال ميديا او هيك كانت العالم. طبعا طبعا حكيت لك، انا اعترفت اعتراف بالذنب فضيله، اعترفت في هذا الشيء وان شاء الله هلا هذا اللون اللي انت بتغنيه كمان موجود بالعراق. ايه بالعراق بالمناطق الحدوديه اللي هي الموصل وما الموصل، صلاح الدين. وهلا انت عم تتعامل مع ملحنين عراقيين؟ ايه طبعا من زمان، نزل كذا 8 9 اغاني عراقيين طبعا، لان لوني وقريب منه، يعني مو انه لوني انا كمان يعني، بس اللون اللي احنا نسمعه منطقتنا، يعني اللون العراقي من زمان، يعني من وعيت على الدنيا، ان كان اهلي يعني. انت يوم تفوت بهاي المناطق استاذ تمام، انت تحس حالك انه انت هاي المنطقه مو وسوريا، من السيارات، من لبس النساء، من يعني، ونفس القبائل اللي موجودة بالمنطقة الشرقية نفس عمامهم وخوالهم تلقاهم حاملين الجواز العراقي. يعني هسه أنا عمامي يعني عمام أبوي لازم موجودين بصلاح الدين، يعني عمام والدي. بس كيف عائلتك سمحت لك تفوت مجال الفن؟ سوى والله أنا سمحت لنفسي. يعني عائلتك من الأشخاص اللي أنا هو ما حكيت لي إنه هني شوي بعيدين عن هذا المجال. أعوذ بالله، بعيدين عن هذا المجال بعد السماء عن الأرض. بس أنا أخذت هذا القرار والحمد لله، أنا أعتبر حالي يعني والحالي أنا يعني على النفس. فكرة مناطقكم يعني أنا بعرف، إذا بدنا نحكي على الأصوات الجميلة يعني بين العشر أشخاص بتلاقي 9 أصواتهم حلوة. بي عندنا أصوات مخيفة بس ما يغنون. إيه؟ شلون يغنون؟ بجلسة حلوة أصدقاء بين بعض، حتى تنصدم. النساء تنصدم. إيه موجود تنصدم بهاي الأصوات اللي أقول لك أنا لا 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 لا. عندنا مشكلة الفن بالمنطقة الشرقية شوي صعبة، عشائر وقبليين وعوائل عشان هيك وتقالي. نشوف في فنانات من المنطقة إيه كثير، هذا الشيء مصيبة يعني، فنان وتلاقي اللوم كله عليه، حد بالزواج يريد يتزوج يلاقي صعوبات بهذا الموضوع، قبليين ومتمسكين بالعادات والتقاليد. انا حكيت لك يعني انت تجي انت مو يعني انت مو بمحافظه سوريه بالمره. بس لما انت اخترت انك تفوت بهذا المجال كيف تقبلوا الموضوع؟ كيف اقتنعوا؟ ما تقبلوا، ما اقتنعوا، بس انا مشيت فورا يعني، مشيت على منطقه بعد عنا تابعه لمحافظتي، وبعدين اتجهت على الشام لوحدي. انا تمام رحت على الشام لوحدي، انا رحت على عمان لوحدي من 17/1/2011 غادرت دمشق، جيت على عمان والله وفقني بالاردن، ضليت 3 سنين. ودبي انا يعني جيت على راس الخيمه بال 2010 على منتجع من ماجد راس الخيمه، وسويت حفله ورجعت وحطيت اقامه وظلت الاقامه خليتها معي، فصرت عمان دبي. اخر شيء استقريت بعد 3 سنين بالاردن، ورحت مصر وجيت يعني، بس استقراري دبي. وهسه مسافر ان شاء الله بعد كم يوم. ان شاء الله هيك دائما النجاح يكون مكتب لك. بس بدنا نحكي عن الفن العراقي، قد ايه هلا نحن بنشوف اغلبيه الشباب الناجحين، اغلبيه الاصوات الحلوه هي بالفن العراقي. طبعا كيف انت تعاملك معه؟ عم تتحدث يعني، ما اريد اذكر لك اسامي، بس عم تتحدث العراق وما ادراك ما العراق، اصوات يعني. انت حكيت لي بمنطقتي اذا بين 10 تلاقي 9 صوتهم حلو، لا بالعراق وين؟ بين العشرة هم العشرة نفسهم، واحد أحلى من الثاني أصوات. من الله هذا الشيء، من رب العالمين. يعني أصوات عذبة. حط أغنية الفرح بالعراق حسن. صح. اسمع أغنية فرح وكذا، بس بداخلها حسن، إذا ما لقيت الكلمة بيها حزن اللحن، إذا مو اللحن صوت الفنان أو الفنانة. مع مين هلا عم تتعامل؟ كأصدقاء إلا ك لا يعني نحن عم نحكي كفن. فن والله يعني مين من الشعراء والله يعني كثار والله يعني، قصي عيسى شاعر الكبير، ضياء الميالي،
اسماء كبيره طبعا الحمد لله موجودات وعلى يوتيوب بكثار. يعني انا اسف اذا نسيت حدا، بس عارفين انه كملحنين ياسر، الفنان ياسر عبد الوهاب، الفنان سيف عامر ماخذ منهم الحان. والله المشكله كثار، يعني كثار انا انساهم، اسف اذا نسيت حدا. موزعين بشكل عام يعني الموزعين العراقيين ماخذ منهم يعني كثار، يعني ماخذ يعني عندي ساعة اعمال جديده ان شاء الله باذن الله. هاي الاعمال الجديده راح تنسرق ولا راح تعرف تظبطها؟ هاي لا، هاي جايب لنا مدير اعمال، جايب حدا يستلم السوشيال ميديا يظبط الامور. ما راح نسمع انه انسرقت؟ لا لا ما عاد تسمع، بس هاي الاغنيه جدا حلوه ان شاء الله قيد التنفيذ، ممكن خلصت انا متاكد. الموزع الغالي نور هاشم، انا والنجم الحبيب وصديقي زيد الحبيب، راح تكون ديو ان شاء الله. حلو، وعندي تعامل لسه ان شاء الله عم بسمع الفنان والملحن محمود الغياث، وان شاء الله بالتوفيق. يعني اعمال راح تكون جدا حلوه ان شاء الله. يا رب نشوفك هيك بالمكان اللي انت بتستحقه يا حبيبي. شو اخبار الاولاد؟ والله طالع لعدهم، طالع لعدهم هالكم يوم ان شاء الله. يعني يمكن احضر الحلقه انا وهم، يمكن يحضرونها قبلي. كيف الاوضاع صارت هلا؟ لا يعني تمام الحمد لله، احنا بنعرف عائلتك بتركيا وانت هون لا لا ان شاء الله الامور كويسه، رحت وسع رايح ان شاء الله، و وبي يعني شغلات حلوة راح تصير بحياتي. يعني حلو التغيير بالحياة، حلو الإنسان يجرب. و لا هلأ شغلات الضربة اللي ما بدي أعرف، الضربة اللي ما لا بدي أعرف هي الشغلات اللي بدها تتغير. أنا ما بشوف غير بيقولوا لي تجوز وطلق، تجوز وطلق. لا لا شو قصتك بهالموضوع؟ والله لا مجوز، لا مجوز ولا مطلق ولا مسوي شيء. لا بدي أعرف، ما بشوف غير اللي بيحكي لي إنه محسن. أنا شوف ليش هي الإشاعات بتضل متعلقة. أنا أكثر يا ريت إنه يعني يصير عندي انا الاشاعة مطاردتك، بدي اعرف يا ريت يعني اثير الجدل بالفن اللي اشتغله، مو موضوع النساء. اخي انا هاي الصيت سابقني كثير، يعني مرات اصفن صحيح اقول لهم يا اخي والله ما بيني وبين هاي البنت شيء، بين هاي بين ما بي. بس انا يمكن ضحكتي ابتسامتي. بس ليش زوجوك وطلقوك اكثر من مره؟ والله ما بعرف، يعني بين كل يوم يزوجوني، كل يوم يطلقوني، كل يوم يزوجوني من جنسيه شكل، ما من هذا الكلام. طيب من الصحه سؤال محسن، متزوج ام لا؟ لا عزابي، عزابي منفصل يا جماعه، محسن منفصل، محسن مش متجوز. حلو حلو. طيب هلا نحن بنعرف انه عندك ثلاث اطفال، ثلاث اولاد ما شاء الله صاروا شباب. ايه قد ايه اعمارهم؟ عندي اثنين، عندي مهند و اثنين ولا ثلاثه؟ لا اثنين، عندي مهند وعبد الرحمن. اثنين النودي عبد الرحمن، احتفلت بعيد ميلاده بشهر 7، صار شهر 7 شو برجه؟ ما ادري والله. اي يوم لحد ينصدم بالرقم 15 سنة. اه الصغير لا الكبير. الكبير وعبد الرحمن 14، على راس بعض يعني 14 يعني. انا تجوزت عمري 18 سنة. يعني زوجوك اهلك مشان الفن؟ ايه لا والله جوزوني مشان اصير تركز. عدنا يعني لازم تتزوج يعني. انت تزوجت بعدين دخلت المجال؟ لا كنت فايت بالمجال بس من برا لبرا، جلسات اصدقاء بين بعض. وبعدين هلا بدي اسالك بعشائركم وبالمناطق طبعا اللي انتم فيها، بيزوجوا الشاب لما مثلا فايت مجال فن او كذا بيخافوا انه هو يتزوج من نفس المجال او يطلع برات؟ مصيبه. هلا ببعضهم اوكي وببعضهم لا، بس انه ياخذ من المجال اللي هو بيه تنعم. المشكله هو ما مو بس ينعاب، تنعاب العائله والقبيله اللي هو منه يعني. وبعضهم ينظلمون يعني، مثلا يكون شخص من الناس فنان او كذا او موزع موسيقي او شاعر، يزتوا لهم كلمه انه هو يكون مسكين مو مسوي شيء. فهاي القصه تاذي يعني، تاذي اولاده وتاذي عائلته، يصير كلام كثير يعني. بس يعني يتاذون طبعا، واكثر الناس اذا كان حدا يعني كان فنان وراح يطلب احتمال ما يعطوه، اذا ما كانت بنت عمه وبنت خاله وكذا، اذا كانت غريبه يمكن ما يعطوه. بس هسه على العشر سنين اللي ما راح تبيع على الشام اكيد لا تغيرت كثير. تغيرت كثير امور. طيب ممكن نشوفك داخل القفص الزوجه ثاني مره؟ والله صراحه من دون يمين يسار لا. حلو. مستحيل. لقيت حدا يصف جنبي؟ حاليا. ايوه حاليا. ايه حاليا يعني اليوم لا. بكره ما حدا بيعرف. بكره يمكن.
بس يعني يجوز بيرتبط. والله أنا هلأ حسيت لك شغلي إنك وعد لك كم وحدة وما بدك ياهن ينصدموا. لا 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 أنا ما أخاف، بس يمكن إذا يعني صار الشيء المناسب أكيد ما يعني هذا الشيء قدر يعني ما يمكن أحلف لك هسه عنه لا لا لا، بس يمكن بكرة يتغير كل شيء. ما حدا بيعرف شو مخبأ. إيه بس يمكن بكرة غير رأيي. جوز طيب بعت لك كرت دعوة. إيه ليش لا؟ أولادك أصواتهم حلوة؟ عندي مهند منشد حلو. إيه كان يبعث لي أصواته وهو عم يقرأ قرآن وكذا وهذا. فصدمني بجمالية صوته. البيت كله يعني الوالد منشد، إخواني، عمامي كلهم منشدين دينيين. نشد لي آية الرحمن. حلفت والدي إنه بقى هذا مهند اللي أنت عم تضحك علي. قالي لا والله مهند. ففرحت وأخذ جائز يعني أخذ تكريم بصوت الإنشاد يعني مهند. لا الصغير عبد الرحمن عبثي. عبثي. كسر يلعب يروح. هلا البارحيات كان يلعب طابة فأيده. انكسرت أدايله بالشفاء إن شاء الله. على شوفتي راح يطيب إن شاء الله. إن شاء الله يا رب الله يشفيه ودائما هيك تشوفون منورين حياتك. الله يسلمك. هلأ الحفلات شو وضع الحفلات؟ لا الحمد لله تمام. بعد الكورونا وبعد هال. والله انفتحت يعني تأذينا نحن كثير يعني من أكثر الناس يمكن 90% اللي تأذت كورونا نحن يعني إنه ما عندنا مجال ثاني غير الفن فوقف نحن بكل الدول يعني العربية وقف هذا الشيء فالحمد لله. رجعت هسه من جديد و وجديدك امتى رح نشوفه؟ والله قبل اسبوع نزلنا وان شاء الله هالكم يوم في عندي عمل حت انا والفنان والملحن طاهر العجيلي وعندي وانا وياسر حطاب الموزع كمان عندي عمل يعني اثنين هسه رح نزل وبهذول العملين اللي حكيت كثير مهمات كثير مهم انه أنا وزيد الحبيب وفي واحد من محمود غياث هذول كثير يعني أنا شاد حالي بيهم إن شاء الله. طيب أسألك سؤال أنت بيهمك مثلا المتابعات إنه أنت نزلت أغنية من أسبوع بيهمك قد إيه جابت مشاهدات؟ والله أنا ما أنا حكيت لك يعني وصلت 200 وشوي يمكن بس ما أنا متبع يعني طموحي الأكثر طول ما هي بهذا الرقم ما طلع. أكثر أغنية جابت معك؟ عندي جد الجد وعندي لو تجون تشوفوني يمكن 3,900,000 يمكن أو 4 صارت يمكن. قديش صارت صعبة بالنسبة لنا إنه هلأ صارت الشهرة وصار النجاح العمل وانتشار الفنان وحتى الإعلامي بكل مجال هو صار قديش بيمتلك على السوشيال ميديا؟ شوف يمكن أنت اليوم أصور مقطع وأنا مو مجهز حالي بأي شيء يمكن أكون متردد فيه بس يكون هو هذا سبب انطلاقتي وأنا أكون متردد به وأنا مو رايده ولا بالصورة الصحيحة ولا بالصوت الصحيح ولا بالموسيقى الصحيحة وأكون تعبان صار لي من 2000 ومثلا 2005 أغني التاريخ اليوم بمقطع صغير تنقلب السوشيال ميديا عندك كلها حياتك كلها تتغير تنام تصحى ومرة يعني عمل أنت تعبان عليه وكاب فلوس وكذا تجي يمر مرور الكرام أشي يزعجك يعني تعرف شغلي صارت القصة عن جد الواحد ما بيقدر يخمن لا 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 يعني لا لا في أعمال بتحس أنه حتى مسلسلات الدراما حتى كممثلين أو فنانين أو حتى نحن كعالميين الواحد بيكون مفكر أنه هاي الحلقة رح تضرب هاي الكذا بيجي لك شيء بيكسر الدنيا أنت ما بتكون متوقع صح مزبوط أو يعني أنا كثير صارت معي يعني كثير يعني أنزل شيء إلي وأتعب وتعبان على أمر مرور الكرام شيء مو إلي إيه ما أشوف حدا مو منزله بس مو لي بس إنه وجهي الموجود أو يا ربي دخيل اسمك قادر على كل شيء فربك كريم نستنى لسه على أغنية نزلتها من أسبوع شو كانت بالمراجل أنا ذيب بالمراجل أنا ذيب جداً حلو لمين الكلمات الكلام شاعر حمدي السكرجي طيب ليش انت اخذ خط واحد لون واحد اغلبيه اغانيك بهذا والله هسه حاليا يعني البارح كنا نتكلم انا والشباب انه لازم اغير يعني خلاص كيفي مراجل بديت بيها انا ومن عندي انا راح انهيها يعني مع حلقتك هاي راح انهيها خلاص راح اغير خلاص يعني انت مثلا صوتك يعني فيه حنيه ليش ما راح اغير رومانسيه مثلا ليش ما اغاني
يعني خصوصا مثل ما عم نشوف مثلا الشباب اللي عم يغنوا الاغاني العراقيه، مثلا الشباب اللي عم يغنوا، انت عم تتعامل إن شاء مع ان شاء الله كتاب ونفس الكتاب ونفس الملحنين اللي عم يشتغلوا لهم. هسه الموضوع اللي من محمود، انا مع يعني مع محمود غيات اللي ما اللي راح اختارها راح تكون جدا رومانسيه وجدا سلو وحلو. طيب مين من المطربين اللي بالساحه الفنيه هلا بيشد لك بشدك، يعني بتحسه عن جد انه بتقول له شابو عم يعرف يشتغل على حاله ويختار اغاني؟ والله يعني من جونا الا من غير اجواء اصوات عراقيه كثار والله اللي قريبين على صوتك يعني، لا بدي مو قريبين على صوتي بس اللي احسهم انه يعني يجتهدون ويقدمون شيء حلو. محمد السالم، زيد الحبيب طبعا، هذول كلهم اصدقائي اوجه لهم تحيه. جعفر الغزال، يعني هذول مستمرين، يعني تنام تصحى تشوف الأغنية، تنام تصحى تشوف الأغنية. ياسر عبد الوهاب، تنام تصحى تشوف وحدة أحلى من وحدة كمان. يعني ياسر عبد الوهاب له أغنية هلا ضاربة، إيه خلف الله على قلبي حلوة الجنة، أنا كثير بحبها. طيب إذا قلت لك هلا بدك تختار لي واحدة من الأغاني اللي هودي لأصحابه وتغني لي، هل تختار؟ والله أغني للكل، أختار لي واحدة يعني من يعني المشكلة كلهم أحبهم بس أنا راح أغني أنت تحبها، يعني أريد أغني لك شيء أنت تحبه. يعني أخي أنا بحبك مشان هذا الموضوع. خلف الله على قلبي المي خلينا عوفك يوم الما أشوفك يهد حيلي ويذلني هموم الدنيا كلها بيك وأنا قابل وأعرف ما تستاهل بس شوقي ظلمني. وخلف الله على قلبي المي خلينا اوفك يوم ما اشوفك يذل حيلي ويذلني. يسلم الصوت وما شاء الله عليك طلعت بنغمة تانية معك. لا فوتنا غير لحن لأن ما بي موسيقى فنلعب بكيفنا بالمقام. محسن انبسطت فيك يا حبيبي، كان لقاء كثير ممتع وما شاء الله عليك صريح، وكنت مثل ما بيقولوا حكيت كل شيء بمعاني الاساسيه لألو. والله ما ظلمت حدا، انا حكيت شيء يعني شيء واقعي، يعني انا ما لا اصطنعت شيء ولا جبت شيء من برا، جبت شيء ملموس ومرئي والكل شايفه. شو بتحب تقول اخر لقاء؟ والله حاب اشكرك واشكر الأبطال اللي خلف الكواليس الموجودين معانا، وأشكرك أنت بالذات لأن لك محبة بداخلي، وكل من يتابع حلقتي أنا وتمام الغالي. شكرا لك محسن، شكرا لك كل عم يتابعونا بشفافية مع تمام، تابعونا بحلقات قادمة.